يوم 18 من نيسان ما زال محفورا في ذاكرة الشعب السوري الثائر وأهل مدينة حمص على وجه الخصوص. طويت السنوات وظلت الذكرى تحفها الحرقة والألم في مجزرة عدت نقطة تحول في تاريخ الثورة في سوريا وانتقال الشعب الثائر من الحراك السلمي إلى العمل المسلح. 17 من نيسان احتشد آلاف المتظاهرين من أبناء مدينة حمص في ساحة الساعة تشييعا لشباب قتلهم النظام، وبمناسبة ذكرى استقلال سوريا، لتتحول المظاهرة إلى اعتصام استمر ليومين وكان الأول من نوعه في تاريخ الثورة. حب الوطن وحلم الحرية راودا السوريين الحاضرين فقط، لكن قلما تتحول الأحلام إلى حقيقة عندما يكون الرصاص والترسانة العسكرية في المرصاد. نحو 200 ألف شخص انتشوا بالنصر وتغنوا بأهازيج الحرية، غير أن ساعة من الفرح في سوريا لابد أن يدفع ثمنها باهظا. أصر الشباب على الاعتصام وأصر النظام على الفتك بهم، لكن الأجساد العارية كانت أضعف من الصمود أمام الرصاص، لتتحول شوارع حمص إلى مستنقع من الدماء. تاريخ الثورة لم يقف عند تلك المجزرة التي لم تعرف حصيلتها حتى اليوم، بل اجتازها عابرا على أجساد السوريين بآلاف المجازر التي فاقتها بشاعة، ولم يبقى إلا المقابر الجماعية شاهدا حيا على حقبة زمنية كانت الأسوأ في ماضي وحاضر سوريا.